والله والله لقد طاولتم بنا جبال هذه جبال الأطلس، والله لقد تجاوزتم بنا السحاب، والله إنا لامسنا السماوات ووجدنا هذه الكواكب كواكب حجت إلى مدينة ابن ملان، قلعة الصمود، قلعة العزة، قلعة ما يرفع الرأس. ابن ملان الأبية تحية نضالية، ابن ملان الأبية تحية نضالية، ابن ملان الأبية. جئتم إلى هنا لتبعثوا برسائلكم، أهم رسالة يتعين أن تسري في عروق من له عروق، أن العدالة لن تتربع على عرشها إلا باستقلال المحاماة، الاستقلال الحق، العدالة لن تتربع على عرشها إلا باستقلال القضاء، استقلالا حقيقيا لا تشوبه شائبة. يتزايدون علينا بزعزعة الدولة ويعلمون أن المحامين لم يكونوا في يوم من الأيام معاول هدم، المحامون لبنات بناء، المحامون جزء من هذا الوطن، المحامون جزء من هذا الشعب، الركيزة الأساسية لكل نظام ولكل دولة هي الشعب. ولا عزة ولا كرامة لدولة كيفما كانت إلا بشعبها. مع الأسف الكل يقرأ كلمة محامي ولا يعلم مدلولها، التاء تبر والألف أنفة والحاء حرية، وكل الحروف الهجائية استخرجت من نون، وأحلى ما ينطق بالنون هو النصر، فالنصر لكم، لأنه لا عزة لأحد إلا بالكرامة. قلتها في مرة أخرى، الكرامة لا تكال ولا تدرع، الكرامة لا قيمة لها، الكرامة لا يمكن بأي معيار ولا أي ميزان ولا بأي شيء أن تكون لها قيمة ولا وزن، وأنكم هنا، أنتم هنا للكرامة، فحافظوا على كرامتكم. المهم أنكم تربعتم في قلبي ووشمتم في ذاكرتي ما لم يوشن طيل حياتي. شكرا لكم، أشكر جميع القطاعات الشبابية التي شاركت في هذه الوقفة ورفعت رؤوسنا، وكونوا على يقين أن المحاماة ستقوى وستبقى قوية. شكرا لكم.